في قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. هل يوهم هذا بأنه يجوز أن يزين الصوت لغير الله بقراءة القرآن؟ زينه للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة للرسول وإيثارا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا للرسول خاصة، لأنه يريد أن يرضي الرسول ويسمعه ما يحب. نعم.